السلام عليكم. يطل الفقر ككابوس يخيم على الدول العربية بما تظهره الأرقام من ارتفاع نسب ومعدلات الفقر في عدد من هذه الدول، وبالرغم من وجود الثروة والكفاءات البشرية والأراضي الزراعية الخصبة، فإن البلدان العربية تكاد تصبح موطناً دائماً لهذه الظاهرة التي تهدد بنية المجتمعات العربية ومستقبلها. كيف يفهم تفشي هذه الظاهرة في بلدان يحوي جلها كل أسباب الثراء؟ وما التداعيات المستقبلية لهذه الظاهرة إذا ما استمرت بهذا التضخم؟ وهل هناك فرصة لمعالجة المشكلة؟ إذن مشكلة الفقر في العالم العربي عنوان حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. بلدان تتربع على ثروات هائلة وموارد بشرية كبيرة، لكن شعوبها تعيش الفقر بأنواعه وتتذوق مرارة الحرمان. ذلك هو حال معظم الدول العربية. في خضم الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية، أصبحت معظم دولها مرشحة وبقوة لزيادة معدلات الفقر. ليس هذا فحسب، بل هي مرشحة لتوطين الفقر بسبب الآثار السلبية التي تركتها الحروب والنزاعات والزعامات الدكتاتورية لبعض دول المنطقة. منظمة اليونيسف قالت في تقرير سابق لها حول الفقر متعدد الأبعاد الذي يضم ثلاثة مؤشرات رئيسية هي التعليم والصحة ومستوى المعيشة، إن نسبة 40.6% من الأسر العربية تصنف فقيرة بناء على نتائج مسح أجري في 10 دول عربية تضم 286 مليون نسمة، وأن 13.4% من هذه الأسر تعاني من فقر مدقع. وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2018، فإن القضاء على الفقر المدقع يظل تحدياً ضخماً رغم التراجع الكبير في معدلاته. كذلك تعترف المؤسسات العربية التي ترصد ظاهرة الفقر المتفشية في البلدان العربية بخطورة هذه الظاهرة الآخذة في النمو. التقارير المحلية والدولية تنقل صورة قاتمة تنذر بكارثة لواقع الفقر في أكثر الدول العربية، اليمن مثلاً الذي يعيش فيه 80% من الفقراء في مناطق ريفية، ويعيش نصفهم على أقل من دولارين في اليوم. أما في مصر أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، فتزيد نسبة الفقر فيها عن 25%، بل إن ثلثي السكان في صعيد مصر يعانون الفقر. وحتى في بلد نفطي مثل العراق تبلغ نسبة الفقر فيه وفقاً لوزارة التخطيط 22.5%، بينما تصل نسبة الفقر في المناطق المستعادة إلى 41%. على الرغم من الموارد النفطية والبشرية الكبيرة، وهكذا فأغلب الدول العربية تعيش حالات فساد متقدمة تجعل الفقر يدب فيها كالنار في الهشيم. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا بك يوسف. بداية الفقر، يجب أن نعرف ونفهم ما الفقر. يعني البنك الدولي وضع معايير لتحديد الفقر وقال إنه 3.20 دولار، ربما هو معدل الفقر الذي يملك يدخل إلى جيبه أو يوميا أقل من هذا المبلغ يعتبر فقيرا، علما أن هذا المبلغ قد يكون في بعض الدول الفقيرة يعني كافيا للعيش. فما المعايير التي اعتمدها البنك الدولي لمفهوم الفقر؟ مفهوم الفقر لدى أدبيات البنك الدولي متطور، وليس فقط عند رقم الذي ذكرته عند 3.2 دولار كحجم إنفاق في اليوم الواحد، ولكن في بداية التسعينات كان البنك يعتمد 1 دولار في اليوم، ثم 1.25% من الدولار، ثم مؤخرا 1.9 دولار للإنفاق في اليوم. وهو الفقر المدقع، إن هذا الفقر المدقع، لكن أيضا هناك لذلك التطور المفهوم بدأ بالفقر المدقع ثم فقر الدخل ثم الفقر متعدد الأبعاد. الفقر المدقع يتعلق بحاجة الإنسان من الطعام والشراب الذي يحافظ على حياته حتى يقوم بدوره الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ولكن الإنسان ليست احتياجاته الغذاء فقط، ولكنه يحتاج إلى المأكل والمشرب والمسكن والملبس وإلى وسيلة انتقال. فبالتالي الحزمة التالية
التي سميت بحجم الإنفاق أو فقر الدخل وصلت إلى هذه الخمسة حاجات الضرورية، وكان ذلك سائدا إلى أن طور البنك في عام 2010 مفهوم الفقر إلى ما يسمى بالفقر متعدد الأبعاد. المشهور في هذا المؤشر ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي فقر الدخل وفقر التعليم وفقر الصحة. ولكن في 2018 أضاف البنك مؤشرين جديدين إلى هذه المؤشرات الثلاث، فأضاف فقر البنية الأساسية وفقر الأمن. ما بواعثه على دائما هذه التغييرات المستمرة في تحديد وضبط مفهوم الفقر؟ هو مفهوم الفقر انطلق من مفهوم التنمية البشرية الذي أطلق في عام 90، باعتبار أن من حق الإنسان أن يعيش حياة كريمة، وبالتالي مواصفات هذه الحياة الكريمة تطورت في ظل تطور النظم السياسية والحياة الديمقراطية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحنا نتحدث عن حقوق الإنسان، عن التمثيل البرلماني، عن حق المرأة، عن الحق في شرب المياه النقية، عن الحق في صرف الصحي الآمن. المفهوم الجديد الذي طرح في 2012 في 2018 يتناسب تماما مع المنطقة العربية، وهو المتعلق بالأمن. يعني بعد هذه الحرب الأهلية الموجودة في اليمن، الموجودة في ليبيا، الموجودة في سوريا، الموجودة في العراق، الموجودة إلى حد ما في بعض الدول الأخرى، أصبحت تمثل تهديدا لكثير من الأفراد في أنهم لا يعيشون في أمن. لذلك نجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من بات آمنا في ثربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حتى أن الآية الكريمة يعني: وأطعمه من جوع وأمنه من خوف. معياران. نعم. فبالتالي معيار الأمن هو معيار مهم، ولعل سكان المنطقة العربية يشعرون بضرورة هذا المؤشر كمؤشر فعلا يتضمن حزمة التقييم للفقر. بما أنك أتيت على الدول العربية، هل المعايير التي وضعها البنك الدولي تتفاهم تنسجم أو مع مفهوم الفقر في الدول العربية؟ طبعا مفهوم الفقر يختلف من دولة إلى دولة، ولكن مجموعة الدول العربية منذ عام 90 أصبحت هناك بينها عامل مشترك فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصادية والاجتماعية. فأصبحت النظم التي كانت تتبنى النهج الاشتراكي ودعته، وانطلقت نحو الانخراط في اقتصاديات العولمة وإلى إعطاء فرص أكبر للقطاع الخاص. وإن كان هناك ثم التفاوت في مستويات الدخول والثروة بين البلدان النفطية العربية والبلدان العربية غير النفطية، إلا أن طبعا من الصعوبة بما كان أن نقول أن معدل الفقر في دول الخليج أو الدول النفطية يتساوى مع معدل الفقر في الدول الأقل نمو أو الأكثر فقرا مثل موريتانيا أو السودان أو جيبوتي أو جزر القمر أو الصومال. فنحن عندنا ثلاث مستويات من الدخل في المنطقة العربية: دول ذات دخل منخفض مثل الدول التي ذكرتها الآن، ودول متوسطة الدخل مثل مصر والأردن والعراق أيضا وسوريا قبل أن تدخل في أزمتها الحالية، وعندنا دول ذات دخل مرتفع وهي الدول الخليجية الست، إضافة إلى ليبيا وإلى الجزائر وإلى العراق قبل أزمتها المتتالية التي دخلتها منذ عام 90. إذن مفهوم الفقر ما زال إشكاليا على المستوى العالمي. بلا شك طبعا هناك اتفاق من حيث المعايير، لكن الإشكالية في التطبيق على المستوى الداخلي. لذلك كثير من الدول تسترشد بالمؤشر الخاص بالبنك الدولي في التقييم على الصعيد العالمي، ولكن على مستوى القطر هناك ما يسمى بخط الفقر القومي. لذلك نجد هذا الخط يختلف من دولة إلى دولة حسب مستوى الدخول وحسب تكاليف المعيشة داخل هذه الدول. يعني الفقير مثلا على هذا التقييم خط الفقر القومي، يعني الفقير في السعودية ليس بالضرورة أن يكون فقيرا في لبنان مثلا. نعم، لأن مستوى الدخل مختلف. طيب أنا أريد أن أسألك أستاذ عبد الحافظ،
الدول العربية لديها ثروات متعددة، باطنية، معدنية، لديها سياحة، لديها خدمات، لديها كفاءات بشرية تستطيع أن تستثمر هذه الثروات. ما الذي يفسر انتشار وتفشي ظاهرة الفقر في الدول هناك العربية؟ مجموعة من الأسباب يمكن أن نفسر في إطارها واقع الفقر في الدول العربية. أولى هذه الأسباب سوء توزيع الثروة داخل البلدان العربية. كيف؟ يعني نجد أن الطبقات الثلاث التي تشكل توزيع الدخل، يعني الطبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة، الطبقة الغنية، لا يوجد تقارب بين هذه الطبقات الثلاث في أي دولة ما من الدول العربية، وذلك بسبب غياب النظم الديمقراطية وبسبب غياب الرقابة البرلمانية والرقابة المجتمع الأهلي داخل هذه الدول. لذلك بنجد مثلا أهل السطوة والسلطة يحصلون على جانب كبير من الثروات، وعادة ما تكون هذه الحصة مبهمة وغير معلومة إلا لدوائر ضيقة، كما هو موجود مثلا في الإمارات، أقصد الإمارات يعني الدول غير الجمهوريات، يعني في الممالك والإمارات وما إلى ذلك، يعني الدول الملكية أو الإمارات الموجودة أو النظم الدكتاتورية. فأيضا أنت لا تعرف، نحن نسمع مثلا أن ثروة علي عبد الله صالح حينما غادر الحكم في اليمن كان ثروته 30 مليار دولار في الخارج، وربما يكون من أفقر الرؤساء العرب. نعم، فطبعا هذه السطوة والحظوة قدمت من للولاء السياسي بشكل كبير جدا، قدمت لطبقة العسكر، قدمت لمن ادعوا أنهم قاموا بثورات في هذه البلدان. أما وأيضا كذلك بعد ما سمي بالإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو السوق، وجدت طبقة جديدة مما يسمى رجال الأعمال أو القطاع الخاص، حازت أيضا على جزء من الثروة، نظير ما سمي بزواج الثروة والسلطة. ولكن طبقة الموظفين وطبقة أبناء الفقراء والكادحين والفلاحين، على خلاف مثلا ما تم في تجربة ماليزيا حينما بدأ مشروع مهاتير محمد في بداية الثمانينات ليركز على فئتين من شرائح الفقراء، الصيادين والفلاحين، فانتقل بهم نقلة اجتماعية كبيرة من خلال التعليم، ليكون أبناء هاتين الشريحتين هم ما يسمى بمدير المشروعات أو رجال الأعمال. أستاذ عبد الحفظ، ربما هذا نبحثه بشيء من التفصيل في عندما نتحدث عن طرق العلاج، لكن تحدثت عن أول السبب الأول لأسباب نعم هو سوء توزيع الثروة، ثم أيضا النموذج التنموي المتخلف في الدول العربية. من سمات هذا النموذج أنه كان يركز على إنتاج السلع الأولية، أن تبقى الريف المصري يعني فقير ومحصور في إنتاج السلع التقليدية، القمح والذرة، ولا توجد صناعات غذائية أو زراعية تعمل على زيادة القيمة المضافة لهذه المنتجات. أن يكون هناك أيضا ضمن التركيز لنموذج التنمية على تنمية المدن وإهمال الريف والمناطق النائية. هذا فقط في مصر أم يمكن تعميم هذه؟ هذا موجود في كل الدول العربية متشابهة. يعني مثلا إذا ما ذهبنا إلى نموذج مثلا العراق أو سوريا، فهتجد التركيز على التنمية، أو الأردن أو غيرها من البلدان. وطبعا إذا ذهبنا إلى السودان وإلى الصومال، يعني فحدث ولا حرج. أنا قرأت يعني تقريرا للبنك الدولي، معذرة أستاذ الحافظ، يعني تعقيبا على كلامي، قرأت تقريرا للبنك الدولي في عام 2017 يقول إن 40% من سكان من الأسر العربية هي تعيش في 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 خط الفقر، وأن 67% من هذه النسبة هم من الريف. طبعا هو بالتالي الريف هو صاحب الحصة الكبيرة من الجهل، من المرض، من الفقر، وذلك بسبب سوء نموذج التنمية الذي تم، من حيث أنه يركز على المدن ويهمل الريف، ولكنه يستجلب بؤرة كبيرة من بؤر الفقر، لأن الفقراء عادة يبحثون عن حياة أفضل فيقتربون من المدينة، ولكنهم غير قادرين على السكن فيها أو تحمل تكاليف المعيشة بها، فيبدأون في إنشاء مجتمعات عشوائية حول المدن. وهذه الظاهرة تنتشر في الدول العربية وفي كثير من الدول النامية. أيضا ضمن الملامح السيئة لنموذج التنمية الذي تم في المنطقة العربية غياب الهوية الاقتصادية الراسخة الواضحة. يعني الدول العربية بعد النصف الثاني من القرن العشرين
توجهت إلى ما يسمى بالاقتصاد الاشتراكي، فعملت على إماتة القطاع الخاص تماما. لذلك معظم أصحاب القطاع الخاص في الدول العربية توجهوا إلى خارج المنطقة العربية، وأصبحت الدولة هي ربة العمل وهي صاحبة رأس المال وهي التي تقيم العلاقات مع العمال وكذا. ثم بدأنا مع مطلع التسعينات بعكس هذا تماما، لكن الدولة لم تكن جادة في هذا التوجه، فأصبح عندنا قطاع خاص ضعيف. أيضا ضمن النماذج أو السمات السيئة لنموذج التنمية أنه ركز على الأنشطة الريعية ولم يركز على الأنشطة الإنتاجية. كنت أريد أن أسألك الاقتصاد، نعم. طبيعة الاقتصاد، بنية الاقتصاد. نعم. فزائد أن الموروث الخطأ في ثقافة العامل والمدير ومتخذ القرار والسياسي تجاه العمل كانت سلبية، فنحن وضعنا قيود تتعلق بامتهان العمل الحرفي، رغم أنه هو سر نهضة كثير من الدول. يعني حتى في أوروبا ليس كل من حصل يعني على شهادة تؤهله للدخول للجامعة يلتحق بالجامعة، هو يذهب ليأخذ حصة من التدريب المهني ثم يمارس عمله، وعندما تترتب له أمور مادية بشكل ما يلتحق بالجامعة ليدرس أو يكتفي بهذا الكم من الدراسة. أيضا من السمات السيئة لنموذج التنمية أنه لم يعمل على توطين التكنولوجيا وإنتاجها. يعني نحن كان دورنا فقط منذ نالة الدول العربية استقلالها للآن أننا من مستوردي التكنولوجيا ومستهلكيها ولا ننتجها. طب فكل هذا كان سببا في ضعف الدخول لشريحة كبيرة في العالم العربي، وبالتالي كان حظه قليل من الإنتاجية، لأن طبعا الإنسان الفقير صحته في معدلات أقل، تعليمه في مستوى أقل، وبالتالي حينما ينتج تكون إنتاجيته أقل من نظيره في بلد آخر نال حظا من التعليم والصحة بشكل أفضل. أستاذ عبد الحافظ، هل الفقر هو نتيجة سياسية أم نتيجة اقتصادية؟ بمعنى نتيجة مشكلة أو أزمة سياسية أم أزمة اقتصادية؟ نحن نقول أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، والدول العربية حتى لم تجد هذا النموذج الذي يعني نرفضه لأنه يهدر حقوق الإنسان المسمى بالمستبد العادل. لم يكن في منطقتنا العربية هذا النموذج حتى المستبد العادل الذي يؤمن السلطة ويتيح حياة اقتصادية واجتماعية عادلة داخل المنطقة العربية. نحن وجدنا للأسف الشديد الإرادة السياسية لم تكن جادة في القضاء على الفقر، لأنه إذا كان أحد أبناء محمد علي تنسب إليه مقولة أن الشعب الجاهل تثلث أو تثلث قيادته، فأيضا أحد المقولات المنسوبة لرئيس دولة عربية حينما سأله يعني أحد الرؤساء لماذا تنفق ببزخ على شراء السلاح ولا تنفق على التعليم، قال لأنني إذا أنفقت على التعليم سيخرج المتعلمون ليثوروا علي. فقال له لإن ثار عليك شعب متعلم خير لك من أن يثور عليك شعبا جاهلا. كأنك تشير إلى تعمد ونية مبيتة. نعم. في تفقير العرب. في نية داخلية أم خارجية؟ في الإفقار. أولا هذه النية طبعا لا نريد أن نعمل نظرية المؤامرة أكثر مما ينبغي، لكن إذا كان يعني صاحب البيت نفسه غير حريص على حماية أبنائه وإلى تعليمهم وإلى تحسين صحتهم وإلى أن يكون لهم دور، فبالتالي هنا يصبح مغنم للهدف الخارجي حتى يتم استنزاف الموارد والثروات الطبيعية داخل المنطقة العربية. وهذا ما حدث، يعني إذا ما قلنا مثلا سلعة مثل النفط، يعني نحن النفط موجود في المنطقة العربية منذ منتصف الأربعينات من القرن العشرين، ووجود الشركات الأمريكية ثم الشركات متعددة الجنسية، ولكن إلى الآن الدول النفطية الكبيرة تستورد البنزين، يعني تصدر خام النفط وتستورد مشتقات النفط مثل البنزين مثلا. فطبعا يعني أنت على مدار أكثر من 70 سنة لم تستطع أن تنشئ مصانع أو معامل للتكرير حتى توفر لك هذا الأمر. فبالتالي الإدارة للثروات كانت إدارة سيئة، لم تتجه فيها النظم
السياسية إلى تعظيم القيمة المضافة لها، وبالتالي يكون لها مردود على المجتمع. يعني هنا أجدني مضطرا لسؤالك عن الفقر. لو دخلنا في صلب موضوع الفقر في حالة الدول العربية، هل هو ظاهرة مؤقتة أم ظاهرة مستقرة ودائمة؟ والله يعني ما قبل يعني حتى 2008 بعد الأزمة المالية العالمية كانت هناك الأدبيات الخاصة بالبنك الدولي والمؤسسات الدولية معنية برصد أثر الأزمة على الأوضاع الاجتماعية في مختلف مناطق العالم، وكانت نتيجة أحدى الدراسات للبنك الدولي قالت أن المنطقة العربية هي أقل الدول من حيث تأثير الأزمة على معدلات الفقر، وكانت المنطقة العربية أيضا من أقل المناطق من حيث معدلات الفقر حتى قبل الأزمة. وكان السبب في ذلك يرجع إلى ما يسمى بالتكافل الاجتماعي الموجود داخل المنطقة العربية لأسباب دينية وللعادات والتقاليد، لأن احنا في المنطقة العربية تخلت الدولة في كثير من الأوقات عما يسمى بالحماية الاجتماعية التي تقي أفراد المجتمع من الفقر. كيف هذا؟ ولكن كيف هذا دكتور أستاذ عبد الحفظ؟ يعني الدولة كانت تتولى توظيفه وتعيينه وتأمين الصحة والتعليم، ولكنها كانت تفقره أكثر، بمعنى أنه كان يتم توظيفه ولكن يأخذ راتب لا يكفيه لمعيشته الضرورية، فكان يلجأ إلى الرشوة أو يلجأ إلى عمل آخر. ولكن المنطقة العربية كانت محمية بما يسمى بالحماية الأسرية، والحماية الأسرية قائمة على يعني صلة الأرحام وحقوق الأقارب والجيران والتكافل، وحس الإسلام باعتباره الدين السائد في المنطقة على التكافل الاجتماعي وإلى التراحم بين الناس. إذن لم يكن دور الدولة. طب هنا أريد أن أسألك عن العلاقة الجدلية بين الفقر والفساد، ما الذي يغذي الآخر؟ يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك نقطة فاصلة، لكن طبعا ممارسات الفساد لا شك تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، لأن طبعا الفقر يوجد الاقتصاد الأسود الذي هو منبع الفساد، والفساد يوجد الفقر لأنه يؤدي إلى سوء توزيع الثروة. فنحن أمام يعني العاملين يؤثر كل منهما في الآخر. ويعني كانت سمت مقولة يعني أظن الإمام علي كان يقول يعني إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك، لأن أنت الإنسان الفقير الذي لا يجد قوت يومه بهذه الصورة ينطلق إلى أن يدبر احتياجاته من مصادر غير شرعية. لذلك إحنا بنرى في المجتمعات اللي بدأت تزيد فيها معدلات الفقر إن إحنا بنجد ظواهر وجرائم اجتماعية لم تكن معهودة. يعني هذا الأمر يذكرنا بالدور المطلوب للحكومة في إطار الأدبيات الإسلامية بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان. تحدثت عن الظواهر، هذه الظواهر ربما تكون من الآثار الجانبية للفقر المنعكسة على المجتمع، وهي من التداعيات والآثار التي نريد أن نتحدث عنها بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، نتابع حديثنا بعد فاصل قصير. هذول الطلاب شو قاعد يعبرون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. Thank you.
أسعدكم الله، وهذه عودة لمتابعة الحديث عن ظاهرة الفقر في الدول العربية وحديثنا مع الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أستاذ عبد الحافظ، تحدثت قبل الفاصل عن الظواهر الناشئة عن الفقر، هذا يقودنا إلى الحديث عن التبعات، عن التداعيات، عن الآثار الجانبية لتفشي ظاهرة الفقر في المجتمعات في حالة الدول العربية. ما الظواهر التي رصدتها لتفشي هذه الظاهرة؟ طبعا هو الفقر في معدلات ما يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ويستطيع المجتمع أن يتعامل معها، لكن تخطيه إلى نسب عالية تصل إلى أكثر من نصف المجتمع أو إلى أكثر من ثلثه تجعل رد الفعل غير محسوب. ولكن هناك دلالات ومظاهر لهذا، مثل مثلا عدم الاستقرار السياسي، تخرج المظاهرات تعترض على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى زيادة معدلات الفقر. وكما شهدنا على مدار الثلاثة أسابيع الماضية أو الشهر الماضي كيف ثار المصريون من أجل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي تراكمت منذ عام 2014، سواء مع الانقلاب العسكري هناك أو مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. أيضا المظاهرات التي خرجت في بغداد على مدار الأسبوع الماضي. أيضا فالعراق يصنف على أنه واحدا من أفسد 10 دول على مستوى العالم وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية. إذا ما نظرنا إلى الوضع في اليمن، من أفسد 10 دول على مستوى النظام السياسي، لا ممارسة الفساد. ممارسة الفساد، نعم. وهذا المؤشر مركب، يعني من ضمنه مسؤولية الدولة. يعني أيضا إذا ذهبنا عن الظواهر نتحدث بعيدا عن موضوع السياسي، يعني نعم نتحدث، أنا بقول إن أحد المظاهر هو التوتر السياسي. يعني كأحد مظاهر. أيضا هناك ظواهر اجتماعية سلبية مثل انتشار الجريمة مرتبطة بالفقر. مرتبطة بالفقر، لأن طبعا أنت الآن أصبحنا نرى بعض الجرائم مثل ارتفاع معدلات مثلا الدعارة أو تجارة المخدرات أو الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تهدد كثير من الدول الأوروبية بشكل رئيس جدا، وحتى أصبحت أحد أوراق الضغط التي تمارسها بعض الدول في علاقتها بالاتحاد الأوروبي حتى تتغاضى عن ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان، كما يفعل مثلا السيسي في مصر حينما يتحدث الاتحاد الأوروبي عن تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان، فيبدأ يلوح بورقة أن يسمح بسواحل مصر أن يتسلل منها المهاجرون إلى الدول الأوروبية، والدول الأوروبية لديها حسابات ومخاوف من هذه الهجرات. أيضا من التداعيات أو المظاهر السلبية الموجودة إهدار الموارد الموجودة داخل المجتمع، بمعنى أن يستسهل الناس مثلا بيع المواد الأولية دون الاكتراث أن يكون لها قيمة مضافة، لكن هو له احتياجات سريعة، هو ما عندوش استعداد يستنى 6 أشهر وينتج ويشتغل، لا يعني هو عاوز يمضي قدما في الحصول على متطلباته اليومية أو الحالية. هل ثمة علاقة مفترضة بين الفقر والتخلف؟ طبعا يعني هي ثلاثية كما يقولون، الفقر والتخلف والمرض. يعني الفقر القاعدة الأساسية لهذا المثال. نعم. يعني فالقاعدة الأساسية هذا الهرم، إذا أجرى مثلناه بهرم، ما القاعدة الأساسية لهذا الفقر؟ الفقر، نعم، هو الذي ينتج كل الأمراض الأخرى، ينتج المرض وينتج الجهل. لأن الفقير يعني زي ما بنشوف في التقرير الأخير اللي خرج في سنة 2017 عن الأسكوا وجامعة إكسفورد وجامعة الدول العربية وبرنامج اليونيسيف للأمم المتحدة، وقال لنا أن المسح اللي تم على 10 دول كشف لنا أن هناك في الفقر متعدد الأبعاد عندنا 41% من سكان 10 دول بيمثلوا 70% من سكان العالم العربي هم فقراء، وأن هناك 25% مهددون بالفقر. وإذا ما نظرنا إلى الشريحة التي هي أقل من 18 عام بنجد فجيعة، أن يعني الجيل القادم الشباب المنتظر الذي نريد له أن ينتج وأن يحكم وأن يدير 44% منهم فقراء،
يعني إذا كانت الجيل المنتظر ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الجيل سيكون فقيرا في عطائه، لأنه لا يملك مقومات الانطلاق، عطائه في الإنتاج، في الفكر، عطائه في الإنتاج، في الفكر، في كل شيء. لذلك نحن بنجد رغبة كبيرة جدا داخل الدول العربية الآن في الهجرة خارج المنطقة العربية. إذن مشكلة الفقر، أفهم من كلامك أستاذ عبد الحافظ، أنها مشكلة تهدد بنية المجتمعات وجوديا؟ بلا شك. طيب يعني إذا قسمنا القطاعات، القطاع العلمي، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، القطاع الصحي، يتجلى أثر الفقر أكثر ما يتجلى في أي من هذه القطاعات؟ لا، هو طبعا لأن تحديد هذا يقودنا يعني إلى هو عادة الإنسان له ترتيب وأولويات، فإذا أتيح له دخل أقل فسيكون ترتيبه الأولي على أن يوفر الطعام والشراب حتى يبقى على مستوى حياته. إذا تحسنت ظروفه بشكل أفضل فهيبدأ يحسن من المسكن اللي هو موجود فيه، إذا تحسنت ظروف أفضل هيحسن من ظروف الملبس، إذا تحسنت ظروفه أفضل هيستخدم وسيلة انتقال، إذا تحسنت ظروفه أفضل هيبحث عن التعليم. لذلك إحنا بنرى مثلا أن مع الفقر، زي ما شفنا من بعض البلدان التي خرج منها المهاجرون بعد نجاح الثورة المضادة، في بعض الشعوب خرجت وأنت ترى ظاهرة عمالة الأطفال مثلا في هذا البلد أو في غيره من البلدان التي استقبلت مهاجرين. فولي الأمر مثلا الذي وجد نفسه مطالبا بالإنفاق على سكن والإنفاق على الطعام وعلى الشراب، هل لديه القدرة على أن ينفق على ابنه صاحب العشر سنوات أو الثمان سنوات ليلتحق بمدرسة ويتطلب ذلك طعام يومي ومواصلات وكذا وكذا؟ هو يريد أن يكون ابنه أحد مصادر تحسين الدخل فلا يفكر في تعليمه. ثم إذا ما كانت هناك متطلبات مثل التأمين الصحي فلن يفكر في هذا على الإطلاق، هو سيكون ابن لحظته، إذا ما تعرض لمرض عضال أو أزمة صحية سيفكر في هذه اللحظة في الإنفاق على الصحة. فلذلك هذه الترتيبة للفقر هو المؤشر الذي تبناه البنك الدولي، كان تطور منطقي. يعني نعم هو استغرق وقتا منذ عام 90 إلى الآن، فنحن نتحدث عن حوالي قرابة 30 عاما، لكن هو تطور في إطار التصور الفكري، في إطار الممارسة، في إطار كذا. طبعا بلا شك الرصد على أرض الواقع بيظهر لنا هذه الأمور، وإحنا بنشوف المشروعات اللي بتعرض من بعض المؤسسات التنموية الدولية كيف أدت إتاحة فرصة عمل مثلا للمرأة المعيلة أو للمرأة الأرملة أن تحسن من ظروف نفسها أولا وأسرتها، ثم أن تنتقل بابنائها إلى التعليم، ثم تصبر على سنوات تعليمهم وتظل في عملها، أو هم حينما يعودون من المدارس يساعدونها في العمل وما إلى ذلك. فبالتالي هذا الترتيب كان منطقيا، أن يوفر الإنسان احتياجاته من الطعام والشراب حتى يحافظ على بقائه، ثم يتطور هذا إلى ملبسه، إلى مسكنه، ثم يبدأ بعد ذلك في تحسين أحواله المرتبطة بالتعليم وبالصحة وبالبنية الأساسية. أستاذ عبد الحافظ، ما مدى وجاهة الربط بين الفقر وبين التدهور الأخلاقي والتفكك النسيج المجتمعي في الدولة؟ لأن هذا يقودنا إلى الحديث عن التحصين الداخلي للدولة وللمجتمع. هو طبعا هناك عوامل أخرى، يعني إذا كان هذا الأمر يأتي في إطار مجتمع لديه وعي بالقيم وبالأخلاق وبكذا، فقد يعني تقل فيه تداعيات السلبية للفقر. لكن إذا صاحب الفقر فسادا كما قلنا، وبالتالي هذا يهدم منظومة القيم. يعني هناك بعض الفقراء لديهم وازع من دين وأخلاق وقيم وعادات وتقاليد لا تدفعهم إلى الفساد، لكن الحالة العامة في ظل غياب دور الدولة أو يكون على رأس الدولة من ليس حريصا على التخلص من الفقر، يبدأ هناك، وكثير من التجارب تقول أن هناك علاقة كبيرة جدا بين الفقر وزيادة معدلاته والاتجاه إلى الاقتصاد الأسود. الاقتصاد الأسود هو الفقر بيئته الناضجة
لإخراج الاقتصاد الأسود، لأن حينما يتخرج الشاب ولا ينال حظه من التعليم بقدر كاف ولا الصحة ولا تتوح له فرصة عمل، فما المانع لديه أن يتاجر في المخدرات؟ ما المانع لديه أن يعمل في نشاط جنسي غير شرعي؟ ما احنا نرى الآن مثلا، لكنك في الدول العربية تحدثت عن المنظومة الإسلامية والمنظومة المجتمعية. نعم، ولكن هذه المنظومة لها بيئة لابد من توفرها، لأن هناك احتياجات أساسية وليس كل الناس محصنين، لأن المسؤولية الإسلامية مسؤولية مشتركة بين المجتمع وولي الأمر أو الدولة. فعلينا أن ننظر إلى الأمور بشيء من التوازن، فلا نلقي بالتبع على المجتمع ولا نلقي بالتبع على الدولة، ولكن المسؤولية مشتركة بين الدولة وبين المجتمع، كل منهما يقوم بدوره. حتى لو كان هناك نوع من التقصير لدى الدولة أو لدى المجتمع لنقص الموارد، فالمجتمع كان قد يقدر هذا ويتعايش مع الفقر، لكن إذا وجد سوء إدارة من الدولة ووجد نوع من التفكك في المجتمع، فيكون الوضع الطبيعي هو انتشار الاقتصاد الأسود بكل مكوناته التي ذكرناها. حقيقة أستاذ عبد الحافظ، أنا أريد أن أنتقل معك إلى الوسائل والطرق، وإذا ما كان هناك منهجية محددة لمعالجة تفشي هذه الظاهرة، لكن قبل ذلك لابد أن أسألك عن إذا ما استمرت هذه الظاهرة في التضخم في ظل الأجواء السياسية والأمنية التي تعصف بالمنطقة، فماذا يمكن الحديث عن مستقبل هذه الدول والمجتمعات؟ إلى أين تتجه؟ يعني قبل أن ندخل في هذا الإطار وهذا التحليل، لنصدر للمشاهد يعني لمحة أمل في الغد إن شاء الله. نحن نأمل في الموجة الثانية من الربيع، بدون تخدير، أمل بدون تخدير طبعا، في الموجة الثانية من الربيع العربي التي شهدناها في الجزائر، شهدناها في السودان، بدأت تظهر بوادرها في القاهرة وفي بغداد، أن تكون هذه يعني جسر لمواجهة الظاهرة ولإعادة النظر في توديع الثروة وإعادة النظر في نظام التعليم وإعادة النظر في بناء الإنسان، حتى يكون الإنسان هو بالفعل هدف التنمية وصانعها. لأنك إذا نجحت أن توجد هذا الإنسان الذي يؤمن بأنه هدف التنمية وصانعها، وهذا هو ما نراه في حينما نتحدث كثيرا عن النماذج الأوروبية، من أن الرجل حريص على أن يدفع الضرائب لأنه يرى أثر هذه الضرائب التي يدفعها في خدمات ليل نهار، بدءا من باب منزله إلى أن كل إلى قبره رب. يجد مردود. طيب، فبالتالي نحن أيضا في المنطقة العربية إذا استمر هذا السيناريو القائم الآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستمر كثيرا وننتهي في أقرب وقت، لا، ستكون النتائج مظلمة. ستكون النتائج مظلمة. كيف يعني؟ يعني لأن طبعا أنت الآن حينما تتحدث عن دولة مثل مصر يمثل عدد سكانها 25% من سكان العالم العربي، وينتقل معدل الفقر فيها من 27.8 في سنة 2015 إلى 32.8 في 2019. عندك 35 مليون فقير، فضلا عن أن هناك 25 آخرين مهددين بالفقر. ماذا يعني ذلك مستقبلا؟ هذا يعني مستقبلا أن ثم التوحش لمارد الفقر في القفز على المجتمعات العربية، وبالتالي سيجعل من البنية المجتمعية نسيج هش، وده بنلمسه في الأخبار التي نقرأها في وسائل الإعلام أو التي يحكيها الزائرون لبعض الدول العربية، بأن البلد الفلاني تغيرت، لم يعد الناس بالكرم الذي كانوا عليه ولم يعودوا بالشهامة التي كانوا عليها، القيم وخرجت يعني حتى الآن يعني مثلا حينما نتحدث عن دولة مثل المملكة العربية السعودية التي كانت تصنف أنها الدولة رقم واحد في تصدير النفط، طبعا منطقة الخليج كلها لا تفصح عن أرقام الفقر، ولكن القراءة المتأنية في بعض الأرقام التي تنشرها وزارة العمل عبر تقرير الخاص بالشؤون الاجتماعية، بنجد رقم بين السطور يقول أن الأسر التي تحصل على دعم من الدولة أو المعاش الضمان الاجتماعي
تبلغ 1,350,000 حالة. الحالة هنا بتختلف، تصل من فرد إلى 12 فرد. فلو قلنا يعني قرابة 25% من المجتمع السعودي يحصلون على هذه المساعدة وهم فقراء، فقد نكون هذا تقدير شخصي. لكن حينما يصدر بيان رسمي من وزارة المالية السعودية بأن من تقدموا في 2017 لينالوا الدعم من صندوق المواطن الخاص بمواجهة الإجراءات الخاصة بالجانب الاقتصادي، بلغ 63% من المجتمع السعودي. إذن هؤلاء فقراء، وإن لم يكونوا فقراء لماذا تقدموا للحصول على الدعم؟ السعودية، ذكرت السعودية أستاذ عبد الحافظ، يعني السعودية الآن تقدم رؤية 2030 ربما لإدراك مبكر منها أو ربما متأخر، يعني الاقتصاديون أقدر على التقدير لحجم المشكلة المقبلة، لكن لم يبقى إلا القليل من الوقت حتى لا تصل الدول العربية إلى مرحلة توحش الفقر كما ذكرت قبل قليل. هل ثمة منهجية واضحة ومحددة وناجعة لمكافحة ظاهرة تفشي الفقر؟ طبعاً، يعني هناك دور للدولة وهناك دور للمجتمع. يعني مثلا الدور المجتمعي، يمكن هنبدأ بالعامل الثاني، هناك تجارب ناجحة على مستوى الدول، كما هو في بنك جرامين بنك في بنغلاديش أو ما يسمى بنك الفقراء، بدأ في عام 76 بأستاذ اقتصاد في جامعة في مدينة اسمها تشيتاغونغ، بدأ ينظر للفقراء ويعطيهم قرضا على أن يكون قرضا إنتاجيا وليس قرضا استهلاكيا، وكانت هذه القروض مصحوبة بمنظومة قيم، بأنه لا يلوث الماء في النهر، بأنه لا يسيء إلى زوجته، بأنه لا يمنع أولاده من الذهاب إلى المدارس، بأنه لا يمشي حافيا، وأن هناك الاقتراض تضامني. فطبعا نجحت التجربة. ثمة وسائل مراقبة لهذا؟ نعم، المجتمع نفسه يدير نفسه ويراقب نفسه بنفسه، ثم يتحول المقترضون فيما بعد إلى أصحاب أسهم في البنك، وتحول كثير من تتأكل طبقة الفقر هناك. هو التجربة هناك نجحت في أن تقلل نسبة الفقر بحوالي 15% بعدد سكان بدولة مثل من الفقراء 100 مليون، أكثر من 100 مليون يعني نسمة. يعني لا، الآن 160 مليون. نعم. في يعني بنغلاديش نسبة جيدة. لا، هو يعني الفقراء مثلا هناك نسبتهم كانت فوق ال 50 إلى 60%. نعم. من سكان بنغلاديش، 60% منهم انخفضت نسبة 15%، لأنه سمح الآن لصح، هو بيعمل مشروعات متناهية الصغر وصغيرة. نعم. بعض الدول، بعض التجربة أغرت بعض المستثمرين أو رجال الأعمال. ألتمس منك المعذرة، بقي قليلنا الوقت، أريد أن أبقى في حالة الدول العربية. حالة الدول العربية، ما الذي يمكن فعله بوقت قصير من فضلك؟ يعني لابد أن تعود مؤسسات الوقف والزكاة بشكل قوي إلى ممارسة دورها، وأن يكون من خلال مؤسسات وليس العمل التطوعي أو للأفراد أو للجمعيات. لابد أن ترتبط هذه المشروعات للوقف الزكاة بالخطة العامة للدولة. لابد أن يكون للدولة دور كبير جدا في توفر الإرادة السياسية لوجود نموذج تنموي ناجح يعمل على تلافي السلبيات التي ذكرناها كلها، بأن يتوجه مشروع التنمية إلى المشروعات الإنتاجية، أن يترك المشروعات الريعية، أن تعود الثروات العربية للمنطقة العربية لتستثمر في المشروعات ولتوفر فرص عمل حقيقية، لتتحول الجامعات العربية إلى علاقة وطيدة بالتنمية وبالصناعة حتى ننتج التكنولوجيا ونستطيع أن نحقق قيمة مضافة ونحسن دخول الأفراد. هذه الأفكار التي طرحتها قد تكون مثالية في الحالة الطبيعية في الأجواء العادية، لكن في حالة كما تشهدها المنطقة الآن من حروب واحتراب داخلي واحتراب بيني فيما بين الدول، هل هذا قابل للتحقق؟ لا طبعا، نحن الاستقرار السياسي والأمني هو ألف باء تنمية. طيب، دون توفر الاستقرار السياسي والأمني، لا، البدائل أن نشجع الثورات في موجتها الثانية أن تنجح في أن تعود إلى السلطة وتعود إلى قيادة المجتمع، وأن يعود الإنسان ليثق في نفسه ويثق في بلده، وتتوقف حركة الهجرة للعقول حتى يستطيع أبناء الدول العربية أن يبنوا اقتصادهم وأن يبنوا مجتمعاتهم. يعني الحال ميؤوس منها إذا لم تنجح هذه الثورات؟ لا، يعني الحالة التي مررنا بها ليست حالة فريدة. أوروبا قبل النهوض كان فيها حرب أهلية استمرت لعقود ومات فيها ملايين، ثم استطاعت أن تحقق حالة نجاح وأن تنهض في خطوة ثم التالية، وبالتالي ما نمر به قد تكون مرحلة المخاض التي سيفرز إن شاء الله عن جيل جديد وعن عالم عربي جديد
يستطيع أن يعيش فيه الإنسان بحرية وكرم. أستاذ عبد الحافظ، يعني ربما يطول هذا المخاض، وأنت تعرف في مرحلة تحولات الشعوب لا تنتهي الأمور بسنة أو اثنتين أو ربما بعقد أو اثنين. في حالة استمرار مثل هذه الأحداث في المنطقة، كرجل اقتصاد، ما التدابير التي يمكن للمجتمع أن يتخذها بحيث يقلل من خطر وفاحشة الفقر إذا صح التعبير، بحيث يحافظ على استقراره، تماسكه، منظومة قيمه الأخلاقية، بحيث لا يحصل التدهور أكثر في المرحلة المقبلة؟ هو بداية نريد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الجانب الزمني في أعمار الأمم والشعوب لا يقاس بسنة أو بعقد أو بعقدين، ولكن الأمم تأخذ دورها. نعم قد تكون هناك تفرات، لكن أنت معني بتغيير الإنسان وبطريقة تفكيره حتى تستطيع أن تجري تحولا كبيرا في عقلية الرأسمالي العربي، في أن يعلم أن أبناء وطنه أولى باستثماراته من الخارج، ويعلم أن استخدام هذه الثروة لصالح وطنه ولصالح مجتمعه سيؤمنه هو، وسيؤمن ثروته، وسيؤمر أسرته، وسيؤمن المجتمع الذي هو فيه. ولابد أيضا أن تسترجع المنطقة العربية تراثها العربي والإسلامي فيما يتعلق بروح النهوض وروح التنمية. حقيقة يوجد الكثير من الأفكار التي يمكن أن تطرح في مثل هذه الحلقة أستاذ عبد الحافظ، لكن مثلما هناك توحش للفقر أيضا عندنا توحش الوقت الذي أدركنا. أشكرك شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي. شكرا لكم، في حراسة الله وتوفيقه.